يا استاذ زاهي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. الاستاذه دعاء. ايوه فاضله. ايوه انا بحييكي على البرنامج القيم الجميل بتاع حضرتك، الله يكرمك، وبحيي الشيخ الفاضل الاستاذ احمد ترك. ايوه. وسؤالي التعامل مع البنوك في شكل ودائع بمختلف انواعها، شهادات استثمار او اي انواع من انواع الايداعات المصرفيه اللي عليها عائد. عايزين نعرف مدى حرمانيه او حله هذا التعامل. طيب. وكذلك القروض، هل أيوة. القروض انت فكرتني مسموح بيها ولا مش مسموح بيها، ويعني طيب دين ايه يعني؟ طيب كويس ان حضرتك اتصلت، كانت مدام منى هتزعل مني لان هي كانت سائله انه لازم تسيب الشقه ورث ولازم تسيبها لانه حد هيتجوز فيها، وكانوا عايزين ياخدوا قرض يجيبوا شقه، فهل يجوز ولا ما يجوزش؟ ونجاوب بقى على سؤال الاستاذ ده. بالنسبه للتعامل مع البنوك انا اتكلمت في الموضوع ده كتير في البرنامج ده. انا رايي والله تعالى اعلم، ورايي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب، فيما اظن وفيما اتعبد به لله عز وجل. هناك فارق بين الايداع في البنك وبين القرض من البنك. اما الايداع في البنك لو صنفنا العلاقه دي لا يمكن تكون ربا. لا يمكن تكون ربا، لان احنا عندنا درسنا في الازهر الشريف وكذلك اهل العلم ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل مش موجود دلوقتي، ربا الفضل ده ربا المقايضة، تمام، شعير برز بس فيه تميز في نوع من الانواع. اما ربا النسيئة اللي هو صورته الموجودة حاليا دلوقتي، صورته قائمة على القرض. فعشان انا احكم ان ده ربا ولا مش ربا، وعشان كده بنقول لكل علمائنا ومشيخنا تفكروا شوية، ما تستبقوش الاحداث وما تاخدوش اي علاقة كده ان فيها زيادة يبقى ربا. القرض دلوقتي لو انت حضرتك روحتي طواعية للبنك قلت له والله خد الفلوس ديت وديعة عندك وشغلها لي، ها؟ ده مش قرض، ده مش قرض، لا يمكن. اي عاقل في الدنيا لا يمكن ان يصنف هذا قرضه. صحيح. لا يمكن، ده انت اللي بتدي فلوس مش بتاخد. مش قرض، مش صوره قرض خالص. صحيح. ما دام الصوره مش صوره قرض يبقى ما فيش ربا. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفع فهو ربا. تمام. انما لكن صوره ان انا بروح البنك اقترض فلوس، فلوس في ايدي وبزياده وفايده، ده ربا محض. طيب ده محض ربا. الست اللي بتقول الا الا احنا عندنا في مساحه في الشريعه الاسلاميه شريعه ميسره، لكن في بقى مساحه الضروريات. تمام. هي ما عندهاش بيت، بنقول اللي ما عندهوش بيت او اللي مضطر جدا عايز يسدد ديونه عشان ما يتسجنش او من هذا القبيل، هنا يجوز له ان يقترض. يجوز له ان يقترض بفايده. تمام. ويتعامل بالربا علشان يسد العوز بتاعته، لقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه. والضروره تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، والله اعلم، لكن من غير ضروره لا تجوز. والله أعلم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد تركي، حيك منورنا دايما، نشكر حضرتك، نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، السلام عليكم.